طيب، مفروض الريكوردينج يبلش الآن. طيب، زي ما انتم شايفين، المرة الماضية حكينا عشان نشوف الريكوردينج تكبس على الريبلايز، وكون الطلاب بيحكوا قاعدين يعني بترجع الكونفرزيشنز كثير لورا. ففي بعض الطلاب شفتهم بيحكوا عن طريقة انه ادخل على الجنرال، في هون مكتوب عندك بوست وفايلز، اوكي؟ اكبس على الفايلز بيطلع لك جزء اسمه ريكوردينج، افتح على الريكوردينج بيطلع عندك التسجيلات تبعت المادة وحسب التاريخ كل واحدة. ترى هاي في 18 أكتوبر، هاي في 5 أكتوبر، أوكي، أو قبل 5 أيام، فيعني بيعطلك بعدك المحاضرات بالترتيب. فمرة ثانية لما ندخل بنروح على فايلز، من فايلز في عندنا جزء اسمه ريكوردينج، هون في عندي كل الريكوردينجز اللي إحنا سجلناهم. طبعا تبعت اليوم مش حتنزل الآن، لحتى نخلص التسجيل بتطلع بتبين عندكم هون. طيب تمام شباب؟ طيب تمام. طيب تمام نيجي تمام على دكتور. جزئية آخر مرة إحنا وصلنا لعند نيجي على chapter number one. أعطينا examples على موضوعات مختلفة لاستخدامات التكنولوجيا، وحكينا عن موضوع المشين ليرنينج والإكسبرت سيستمز والارتفيشال نتورك نيورال نتورك والديب ليرنينج وشرحناهم. بس حاب اليوم أعطيكم examples عشان تعطيكم صورة عملية أو فعلية للأبليكيشنز أو طرق استخدام هذا النوع من التكنولوجيا، أوكي؟ كلياتها تطبيقات على الـ AI اللي هي Artificial Intelligent System، أوكي، أو Systems. فبدي أعطيكم أفرجيكم كم فيديو بيعطيكم شرح وإكزامبلز عن شغلات كانت صعب زمان وحاليا صارت ممكنة. طيب، على الأغلب ما راح يطلع عندكم صوت، راح تشوفوا بس صورة، فأنا إن شاء الله راح يعني أعلق خلال يعني تشغيل الفيديوهات. طيب تفضل. نزلت السلايدات على الاي ليرنينج ولا لا؟ نازل على الاول سيكشنز، على الاول سيكشنز. تمام، يسلم. طيب خليني بس افتح. طيب بس نرجع لموضوع الاي ليرنينج بعد ما نمشي على هالفيديوهات. طيب هذا، لاحظ الفيديو الاول عبارة عن واحد من تطبيقات على الاي اي بيجيب بياخذ صورة قديمة او فيديو قديم مسجل زمان ولحاله بتنبأ وبيحاول يرجع الالوان الاصليه. لاحظ الفيديو الاصلي هنا ابيض واسود، لاحظ كيف عن طريق الاي اي كيف قدر يميز لون الاشياء، ميز انه الارض انه هاي الجزء عباره عن تراب وراح اعطاه اللون البني، ميز انه هذا عشب واعطاه لون اخضر، ولاحظ ميز لون الجنود انهم باللون الرمادي واعطاهم هذا اللون. وبرضه في عندك السماء لونها باللون الازرق. فكل هذا مش عبارة عن برنامج كتب ككود، هذا عبارة عن AI تعلم يعمل هذا الشغلات مثلا. طيب شوف الإكزامبل اللي بعده، لاحظ كيف قدر يرجع الألوان بالفيديو هذا كمان. لاحظ 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 هذا الإكزامبل، لاحظ هذا الاكزامبل، باخذ الصوره القديمه، اوكي، ولاحظ كيف بحسنها وبرجعها لتفاصيلها. لاحظ في عندنا خساره لبعض التفاصيل زي الشعر هون مش مبين، لون اللحيه كذا، لاحظ كيف بيرجع وبيقدر يعطيك الصوره بدل ما هي ريزوليوشن واطي كثير يعطيك اياها بدقه عاليه. لاحظ الانبوت والاوتبوت. لاحظ كيف بيقدر يحرك لك الصوره من ناحية العمر، يصغرها ويكبرها. تمام دكتور، تفضل. طيب شلون بيعمل الاي اي؟ الاي اي بياخذ الصورة هاي اللي شايفينها الابيض والاسود. شلون بيعمل اذا مش كود؟ نعم، اذا مش كود في اشي اسمه ترينينج وليرنينج، في اشي اللي هو مبدأ التعلم، بتعلم كيف يصلح الاشياء هاي حسب طبيعة التطبيق تبع الـ AI هذا. مثلا ممكن نفرجيه صور أبيض وأسود وصور ملونة ونخليه يتعلم كيف تم تلوينها، مع الوقت بصير يعرف كيف يلون الأشياء بالطريقة الصحيحة. تمام، فهذا إشي اسمه learning training، إحنا مندرب الـ AI على شغلة. كيف لما تجيبي ولد صغير وتحاول تبلش تعلم فيه يعمل شغلات، يكتب مثلا، ببلش يكتب اول مره يخطا تصلح له، يخطا تصلح له، بعدينك ببلش يتحسن تدريجيا، بعدينك بصير يكتب بطريقه بروفيشنال. شغله مشابهه، ففي الاي اي بيحاولوا يحاكي مبدا التعلم، كيف انه البرنامج يتعلم
الحل ويحاول يعمله ويعمله بطريقه اوقات تتفوق على قدرات البشر. يعني لو انا بدي اكتب برنامج يرجع الصوره من الابيض واسود للالوان، هذا الاشي راح ياخذ مني وقت طويل كثير وكودات كثير لحتى اقدر اعمل شغله زي هيك. بس بفضل الاي اي وقدره على ان نعلمه وحجم التعقيد اللي ممكن الاي اي يصل بالتعلم تبعه، ممكن يعني المعرفه اللي بتصله او يتعلمها تصل لمراحل متطوره كثير، اوكي، تخليه قادر على انه يعمل شغلات بهذه الطريقه. دكتور؟ نعم. هسه يعني احنا بنعلم النظام انه بنحط له تقريبا صور مقاربه للشكل هذا، وهو ببلش ياخذ الملامح وياخذ الالوان ويبني الصوره من اول شيء. في عندنا اكثر من تطبيق على الاي اي، في عندنا ديب ليرنينج، في عندنا نيورال نتورك، في عندنا ماشين ليرنينج، في عندنا اكسبرت سيستمز. كل واحد من هاي التطبيقات على الاي اي له اسلوبه وله طريقته. الشيء اللي انا وصفته مثلا هذا عباره عن مثلا ماشين ليرنينج اللي احنا بنعلمه نعطيه شغلات ونختبره فيه، بنعلمه بنحكي له مثلا هاي الصوره فيها كات، هاي الصوره ما فيها كات، هاي الصوره بنعطيه الاف الصور لحتى يبلش يتعلم الفرق بيناتهم، يصير يميز مبدا القطه، اوكي. فلما اجي انا اختبره بحاول اشوف هل فعلا بقدر ينجح بايجاد القطط بالصور ولا لا. لو اعطيه صوره اقول له فيها بس هاي ولا لا، اذا قدر يلاقيها معناته تعلم تبعه كويس، اذا ما قدر معناته لسه بده مور براكتس ومور تريننج. هسه بالنيورال نتورك تفضل. بس بتحس انه النظام مش دقيق كتير، يعني فرضا طلع على الصوره اليمين وعلى الصوره الشمال، في ضايف اشياء هي مش موجوده بالصوره، يعني زي شعر الدقن. هذا شوف، هذا ما راح يعطيك مثلا شيء 100% الا يعني دائما الاي اي بتطور مع الوقت، اوقات بيكون ضعيف بصير افضل 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 وهكذا. تمام. انا الفكره اللي هون حاب اوصلك اياها انه الاي اي زمان كانت ضعيفه، بلشت تتطور اقوى واقوى واقوى، فحنلاحظ انه كل ما يعني نشوف الجوريثمز اكثر كل ما يصير معانا يعني ايديا قديش الاشياء قاعده تتطور اكثر. دكتور تفضل. في تطبيق على التليفون اسمه ريلي فوتو انهانسر. تمام. برجع الصوره يعني بالوانها، برجع الصوره اذا حتى اذا حطيت على صوره يعني خربانه بقدر ارجع لك اياها جديده. يعني هاي واحده من الاكزامبلز على الاي اي، انه كيف اصلا حتى لو صوره فيها مزح انه يرجع الاجزاء الممزوعه. كيف؟ عن طريق انه التريننج اللي صار عليها والاشياء. طيب خلينا عشان نمشي على الاكزامبلز لانه في عندي اكثر من واحد، بعدين نفتح النقاش. طيب نتابع، شوف لاحظ كيف بيحول الصور هون. لاحظ مثلا، لاحظ هنا بالصوره هاي هذا الكلاريشن اعاده الالوان، لاحظ انه تم باستخدام اي اي بس تكنولوجيا معينه، اوكي، يعني شغل ريسيرشر معين. هذا النيو ريسيرش او الباحث الجديد طلع بطريقه جديده عن طريق الاي اي طبعا، لاحظ الجوده بالصور. لاحظ الفرق ما بين الوضع القديم او الاي اي القديم والاي اي الجديد. لاحظ الجوده، الهاي ريزوليوشن، تفاصيل جودة الألوان، لاحظ كيف كثير فرق الريزولت. طيب بس برضه في تفاصيل ما كانت موجودة. يس ممكن أضيف هاي شغلات يعني ممكن تصير، بس نقدر نتحكم فيها، نقدر نخففها نزيدها نقللها. لاحظ كيف هون تنبأ بلون عيونه مثلا، لون شعره، حسب عمره، يعني في كثير تفاصيل بخذها بعين الاعتبار الاي اي. أنا مرة في مقال قرأته إنه حاليا الذكاء الاصطناعي وصل لمرحلة انه بطل في حاجة لكثير ناس تطور وصار يطور من نفسه. في هسه بفرجيكم كمان اي اي لسه اقوى واقوى، صبركم علي. تبع انفيديا صح؟ في لا انا واحد بأسف فرجيكم اياه اسمها هايد اند سيك، بيعلموا الكمبيوتر كيف يلعبوا لعبة الطميمة، مش عارف هذا المصطلح الشعبي، كيف انه يعني لاعبين بيحاولوا يلاقوا لاعبين ثانيين وكيف هذلاك بيحاولوا يتخبوا عنهم وكيف بيقدروا يعملوا شغلات غريبة عجيبة وبيفهم مبدأ اللعب بسرعة. هذا مثلا الإكزامبل الأول. طيب نطلع واحدة من الإكزامبل سبعة الـ AI اللي هو موضوع السيميوليشن. كيف مثلا أنا أعمل سيميوليشن لمثلا مي بتنقط في بركة مثلا أو مثلا جيلو العسل. هاي شغلات كثير
صعبة نعملها عن طريق برامج السيميليشن، بتأخذ يعني a lot of hours وبدها أجهزة جدا قوية، ولاحظ كيف عن طريق الاي تقدر نعمل الأشياء بكل سهولة. طلع مثلا هذا الإشي عبارة عن سيميليشن، هذا مش عسل عن جد قاعد يعني بينكب على الأرض أو شغلة، هذا محاكاة عن طريق الكمبيوتر، طلع قديش واقعية. أفرجيكم هذا الجزء. مثلا لاحظ بحكي لك في عندنا هون تكنيك الأول وهذا الثاني، أوكي؟ كجودة اثنيناتهم تقريبا متشابهات، بس هذا التكنيك الأول كان يأخذ مثلا ساعة أو يأخذ مثلا 4 ساعات، التكنيك الجديد هذا مثلا عن طريق AI جديد تطورت صار يأخذ فقط ساعة واحدة عشان ينتج هذا الإشي مثلا. فتخيل قديش إنه لو في عندنا AI بيعمل شغلة معينة بس بجوز البرفورمانس الأداء تبعه ضعيف، إذا بطلع بتكنيك بيقدر يعمل نفس الإشي بوقت أقل، هذا لسه تطوير وإشي كويس. طيب نيجي على هاي الإشي الانترستينج. هنا في عندنا مبدأ لعبة الهايد أند سيك اللي هي الطميمة أو الاختباء وتدور على واحد. فهنا بيحاولوا يعلموا الكمبيوتر عن طريق الـ AI إنه لاعب الأزرق يدور على اللاعب الأحمر ويحاول يمسكه، إذا شافه مسكه بيفوز اللاعب الأزرق، إذا ما مسكه بيفوز اللاعب الأحمر. لاحظ مثلا زي يعني السيميوليشن او التدريب اللي بصير بالاي اي مش مره ومرتين وثلاث، بيحكي لك انا حسب ما بسمع بالفيديو ملايين المرات، اوكي عشرات الملايين، وهم يتدربوا يعيدوا نفس اللعبه يشوفوا مثلا كيف الحمر بيقدر يفوزوا كيف الزرق بيقدروا يفوزوا. اوكي فالحمر بدهم يلاقوا الزرق والزرق بدهم يظلهم متخبيين. لاحظ شو صاروا يعملوا الزرق وشو الحمر صار يعملوا. مبدئيا باول يعني المحاكاه بيكون انه الكل قاعد بيمشي بطريقه عشوائيه، اللي بيروح على الزاويه اللي بيروح فوق اللي بيروح تحت. اوكي هسه كل ما يصير يعملوا إشي صح بنصير نعطيهم زي سكور عالي، اوكي انه انت قربت على الحل الصح، بنصير نعطيه سكور اعلى واعلى واعلى. هذا الإشي بيخلينا ايش نعطيه القدره على انه يقيم اداؤه، هل الخطوه اللي عملتها انا صح ولا خطا، اذا صح بعطيه مثلا بونص، اذا خطا بنقص منه، بصير يتجنب اخطاء مثلا كان يعملها بالماضي. ومع ملايين التكرارات بصير يتعلم الصح من الخطأ. طلعوا شو بصير. هسا الزرق بيفوزوا أغلب الألعاب لأنهم تقريبا قاعدين بيتحركوا بنفس المكان، والحمر مش قادرين يشوفوهم مش قادرين يصلوا لهم، قاعدين يتحركوا بشكل عشوائي. بس هذا الإشي راح يتغير بسرعة مع تطور التعليم تبع الحمر. طلعوا لاحظ مثلا مع الوقت الزرق هذا مش كود، هذا بس من التريننج اللي صار بلشوا يتعلموا مبدأ انهم يسكروا الابواب بصناديق عشان السيكرز الحمر اللي بيدور عليهم ما يقدروا يفوتوا عليهم ولا يشوفوهم، فصاروا ايش يفوزوا باللعبة طول الوقت. لاحظ طبعا لاحظ هنا انه عشان الاثنين هذول الزرق يفوزوا لازم اثنيناتهم يسكروا المخارج، اذا هذا سكر المخرج وهذا ما سكره هذول بفوتوا عليه من الجهه الثانيه، اذا هذا سكر وهذا ما سكر برضه بفوتوا عليهم. فلاحظ انه فهم مبدا التعاون كولابوريشن كيف يشتغلوا مع بعض عشان يفوزوا باللعبه. لاحظ طلع هسه يعني الاي اي هنا يعني تصممت اللعبه عشان الزرق يفوزوا اغلب الوقت، بس الحمر لاحظ انهم زي بطل عندهم افكار، بس اللي صمم السيميليشن هذا ترك لهم هذا المجسم عامل زي شكل طريق او نزله او شغله عشان ايش يحاولوا
يعلموا هذا الاي اي او هذول الحمر انهم يستخدموا هذا الاشي. لاحظ شو راح يصير. بعد 10 ملايين محاكاة الاي اي يتعلم يستخدم الاشي هذا بعد ما انتبه انه موجود، تعلموا كيف يستخدموا هذا الاشي كدرج او كمنصة عشان يطلعوا منها وينطوا عن السور يمسكوهم. هذا كله يعني بس بداعي المحاكاة والتعليم. يعني حتى دكتور الاي اي تفضل. احنا هاي الممثلة مطالبين فيها. لا لا بس هاي examples، بس هاي examples أعطيك، بحاول يعني وعيكم على استخدامات الـ AI وكيف نقدر نعمل شغلات. يعني هو بيطور من حاله دكتور؟ آه بتعلم لحاله مع الوقت. آه زي زي البني آدم. كيف أنت بلعبة مثلاً تبلش تلعبها بتكون مثلاً لما تبلش تلعب شدة بتكون لسه ما عندك فكرة كيف تلعب، طالك تخسر تخسر تخسر، بس مع الوقت بصير تجمع خبرة تدريجيا، بعدين بصير عندك تريكس وعندك بتعرف اذا صار حركه معينه شو معناها، اذا حدا عمل لك حركه معينه شو معناها، وهكذا بصير عندك تطور بالخبرات. وهذا نفس الاشي اللي قاعد بصير مع هذا الابلكيشن، انهم هذول كانوا من بدايه من ناس ما بيعرفوا ايش اي شيء عن اللعبه، لناس صاروا يعرفوا يلعبوا اللعبه ويتخبوا، وناس والطرف الثاني او اللاعب الضد صار يعرف يلاقي طرق يحتال عليهم ويلاقيهم. بتطور بتطور بالضبط. دكتور تفضل. نعم اللي سمحت دسرك عن المادة، هسه حاولت ادرسها لحالي، حسيت حالي ضايع يعني كلها حكي حكي حكي، كيف الطريق المناسب مشان ادرسها؟ سمحت خلينا الاسئله هي راح نجاوب عليها ان شاء الله بنهاية المحاضرة لانه عشان الوقت. تفضل. صار عن المحاضرة الماضية، يعني انت كنت تقول المحاضرة الماضية انه نظام الاي اي بيستخدموه فيسبوك امازون والمواقع التواصل الاجتماعي، هسه هل بالمواقع هاي كمان نظام الاي اي بيطور من حاله ولا بيطور من حاله؟ مثلا ممكن يكون عنده قدره على انه يحاول يعرف انت شو بتفضل مثلا، تمام، ولنفرض ب 50% من مرات او 60% من مرات كان يعرف الخيار تبعك صح. مثلا انا كنت مشغل عليك مثلا اي اي ابلكيشن بيتنبأ بانت شو بتحب تتابع، اوكي، لاحظت اني بعد ما عرضت عليك مثلا 100 لينك من ال 100 لينك انت كبست فقط على 20، فهذا الاشي بيعطيني تنبؤ انه انا كنت 20% دقيق بالتنبؤات اللي انت بالشغلات اللي بتفضلها. مثلا طورنا على الاي اي هذا، تعلم اكثر من الاشياء اللي انت بتعملها، بلش يعطيك مثلا برضو 100 لينك خلال الشهر لنفرض، او فيديو او صورة او whatever، انت رحت كبست على 50 منهم، هذا الاشي بيعطيهم انطباع انه ايش، انه هم نجحوا 50% بالاشي تبعك، فبضل يتطور اول باول لحتى يصير يعطيك فيديوهات. احضر مثلا اليوتيوب، لما تفتح اليوتيوب تحضر فيديوهات، مش ممكن تنسى حالك ساعتين ثلاثة وانت من الفيديو اللي بتحضر فيه للفيديو اللي بعده اللي بعده اللي بعده، كيف قدر يوتيوب يتنبأ بالفيديو اللي مفروض انت تشوفه بعد هيك، او على الاغلب راح تفتحه وتحضره. لاحظ مثلا هنا انا بحضر قاعد فيديوهات عن الاي اي والاكزامبلز تبعها، وهنا اعطاني مجموعة متنوعة من الفيديوز لها علاقة بالاشي اللي بحضره، وموست لايكلي انا راح افتحها، تمام. ما حط لي اغنية كاظم الساهر، ولا حط لي مسلسل باب الحارة، ولا حط لي شغلات ملهاش علاقة. بس هذا يعني examples كيف بتطور وبتعلم. طيب دكتور اوكي، بس اطلعوا على الحركة هاي، لاحظوا انه صاروا ايش، الحمر دايما يفوزوا. ليش؟ لانهم تعلموا ايش يعملوا، تعلموا انهم يستخدموا هاي الستيب، تمام، فصاروا دايما هم يفوزوا. الزرق بطلوا يعرفوا شو يعملوا، اوكي، صاروا دايما يخسروا. لاحظ شو تعلموا، طلعوا تعلموا كيف يسرقوا هاي الدرجة ويخبوها عندهم ويسكروا الباب، هيك حرموا اللاعبين انهم الحمر انهم يقدروا يوصلوا لعندهم. دكتور بس دقيقة خلنا اعطيكم اخر تريك. اوكي طويل الفيديو مش حنقدر نمشي تفاصيله، بس بيظل يبهرك الفيديو بالطرق اللي بتعلموها هذول الايجنتس كيف يفوزوا على بعض، حتى وصلت لمرحله انه قدر الايجنت مثلا الاحمر يكتشف جليتش خطا باللعبه
يمكنه من انه يطعن شغلات وما بيقدر يطعنها ويوصل للفريق الثاني. فهي بس بعض الاكزامبلز. طيب مين كان عنده سؤال؟ انذر اكزامبل. كنت اسالك شلون الفريق الازرق بيتعلم قوم لحمه؟ كيف بتعلم؟ شلون بتعلم اسرع بتعلم قبلهم يعني؟ الازرق لاحظ هنا عنده ادفانتج. الازرق عنده هسه لاحظ الفرق بين الازرق والاحمر. دي احط لكم هون. الازرق شو مهمته؟ مهمته يوقف ويتخبى. الاحمر شو مهمته؟ يدور عليهم. ايا اصعب انك تدور على حدا ولا انك تتخبى؟ انك تدور على حدا. بالضبط، عشان هيك الاحمر بتغلبوا اكثر. الازرق لانهم متخبيين ما بيحتاجوا يعملوا جهد كثير، بدهم بس يتخبى بمكان ما يوصلوا الطرف الثاني. هنا تصممت اللعبه، لاحظ انه اعطوهم ادفانتج على الفريق الثاني، حطوهم مكان مصور وحطوا لهم بوكسات عشان يسكروا الابواب، يعني اعطوهم سبيشال يعني تريتمنت او تعامل معهم بطريقه مميزه عشان يكون سهل عليهم يتخبوا، بينما صعب على الحمر بسم الله الرحمن الرحيم يلاقوهم. وهذا الاشي هدفه يحفزهم يتعلموا اكثر، يحفزهم يطلعوا بطرق جديده. عرفت كيف دكتور؟ تفضلي. طيب مثلا احنا يعني قبل شوي انت كنت تحكي انه الاحمر لحاله بصير يتعلم ينط مثلا عن السور ويوصل عند الازرق، وحكيت انه هذا الشيء زين، احنا لما نيجي نلعب لعبه بصير يعني مثلا بنصير متطورين فيها اكثر نتعلم. بالضبط. بس احنا عندنا اجل، يعني احنا بنقدر مثلا بعد فتره انه المهارات تنمى، بس هم يعني هاد كمبيوتر كودات انه لازم نكون احنا حاكيين لهم مثلا نوت. هذا اللي شو حكينا عن النيورال نتورك، ارتفيشال نيورال نتورك. ارتفيشال يعني صناعي، يعني برنامج. بس كيف يقدر يفكر وهو شيء صناعي؟ يعني هو لعبه يعني كثير غريب صراحه. صمموه على شكل يحاكي ادمغه البشر، فالنيورال نتورك صارت شكلها زي شكل الخلايا العصبيه تبع الدماغ البني ادم، وصارت عندها القدره عن طريق، يعني هي موضوع معقد مش بسيط، ما هي الصعوبه اللي بنواجهها عشان نشرح هيك مواضيع. بس اللي بدك تعرفه انه هذا التكنيك قادر على انه يحاكي الدماغ البشري ويقدر يعرف شغلات زي ما انت بتعرفها، ويقدر يميز ويقدر بس نعرف شغله، فرق اساسي. البني ادم بجوز يتعلم من تجربه تجربتين ثلاث اربع تجارب، صح؟ الاي اي هذا اللي بالقدامكم نحكي عن 10 مليون جيم او راوند لعبوها لحتى قدروا يوصلوا لهذا المرحله. هسه هم بيكونوا بالبدايه جدا اغبياء، ما بيقدروا يميزوا بين الصح والخطا، ممكن يظلهم 2 مليون 4 مليون راوند وهم بعدهم مش قادرين يلعبوا او يتحركوا. بعدين ببلشوا يطوروا حالهم مع بعد ملايين التجارب كيف يمشوا كيف يلعبوا اللعبه. دكتور تفضل. اغلبك هسه ايش الفرق بين المشين ليرنينج والاي اي، ولا اثنيناتهم نفس الشيء؟ الاي اي هي العلم العام، هي ارتفيشال انتليجنت، ذكاء صناعي. المشين ليرنينج تندرج تحتها. اوكي، يعني واللعبة هاي فيها ماشين ليرنينج صح؟ لأنه بقرأ تصرفاته وبقرأ، صح؟ هاي تطبيق على إشي اسمه Open AI، أوكي؟ Artificial Intelligence. مبدئياً تشتغل على نظام، والله والعلم عند الله، Neural Network. نظام الشبكات العصبية. طيب. مش يمكن لبعدين يصير في خطر بسبب تطور الذكاء الاصطناعي؟ أكيد مثلا إذا بدك تعمل روبوت جندي، مثلا جندي آلي على سبيل المثال، هذا الجندي الآلي مثلا صير يحارب المعارك كذا، طب شو صار لو إنه قدر يعني يستوعب إنه هو حدا مأمور، حدا محكوم، حدا مسيطر عليه، ما بقدر يعمل إشي وبلش يخرج عن السيطرة وصير بدي يعمل لحاله استقلالية وصير بده حقوقه، يعني إشي كثير مخيف. بس هاي اللعبة يعني بس بتعطيك بس هيك نبذة عن اللي بصير. في أشياء كثير أكبر من هيك وعقد من هيك. صاروا يبنوا طيارات حالياً بتطير بالسماء وبتدور على أهداف، وممكن يلاقي الهدف هو ويتعرف عليه ويقصفه من دون تدخل بشر بشكل تام. طب شو صار لو نخربط مثلاً، قتل بني آدم، ناس أبرياء؟ هاي شغلات يعني بعدها big questions و challenges بتواجه الـ AI في الوقت الحالي. هنا حبيت بس اعطيكم اكزامبلز، نبذه بس عشان يصير عندكم فكره عن قدره الاي اي، تطبيقات الاي اي بشكل عام. طيب، اللي بيحب يتنور اكثر في هذا المجال، في شانل اسمها 2 minute papers. هذا بيجيب اخر الابحاث في مجال الاي اي، المشين ليرنينج، النيورال نتورك، وبيحاول يلخصها بطريقه سمبل ويفرجيك التجارب اللي بيعملوها ولوين وصلوا وشو عملوا. فممكن تدور عليه على اليوتيوب وتتابعه،
كثير شغلات بنزلها حلوة. طيب نرجع للسلايدات. طيب دكتور يعطيك العافية. بعافيك تفضل. تأييد على كلامك والذكاء الاصطناعي، أنا هلأ فاتح لابتوب قدامي، كنت بدي أكتب اسم نفس القناة اللي أنت أشرت عليها، بس يوتيوب كنت طلع لي دغري أول خيار. ها يعني يعني عنده قدرة على التنبؤ يعني بالمكان بالوقت بحث. يس يس برضو بس برضو كمان مثلا أكيد الجوجل بيميز إنه قاعد اللي قاعد مكتب مثلا عمره مثلا عشريني، مثلا لو واحد بالسبعينات بلش يكتب شغلة زي هيك ممكن يعطيه سجل بشكل مختلف، لأنه بيحاول يتنبأ أنت شو ممكن يعني. في كثير شغلات مثلا ممكن تبلش كلمة تو مثلا، تمام، مثلا تو مثلا لو طفل اللي قاعد بدور إشي هذا يعني في سمارتنس بالموضوع. بس طيب الدكتور يعتمد على المشتركين، على عدد المشتركين تعتمد البحث اصلا. بالضبط هو بدرسكم، بدرس مثلا بشكل عام كم حدا بحث عن هذا المصطلح، بدرس مثلا اللي بحثوا عن هذا المصطلح شو كانت فئات العمريه تبعتهم، برضو ببحث عن مثلا اللي حضروا هذا الفيديو لهذا الزلمه شو كمان حضروا، اي شانلز مشيوا. فكثير شغلات يعني اليوتيوب الفيسبوك تويتر بجمعها عنك وانت ما بتعرف، حكينا عنها في المقطع. تفضل. لما بدك تبحث عن سياره معينه للبيع او شيء، ليش بيطلع لك اكثر من واحده حتى لو ما كنت لو ما فيش حسابات بحث؟ لانه بعدين مره ثانيه مثلا لو بحثت عن سياره معينه للبيع مثلا بعد يوم نفس السياره بتطلع لك البحث. ما هو بيكون مميز انه انت عندك اهتمام بالسيارات، فبصير يحاول يعرض لك إعلانات لسيارات مشابهة كذا. هذا الإشي يعني عشان يخليك تستخدم الابليكيشن ترجع له كذا، ويستغل فكرة إنه أنت تشتري سيارة عن طريق الفيسبوك، ويصير فيسبوك منصتك عشان تشتري السيارات. فهاي الشغلات يعني شرحنا وحكينا فيها من قبل. إنه دكتور يعني عندي سؤال. تفضل. الحين الاي هو بنستفيد منه مثلا اذا صور او شيء، بس اذا جيم ليش ما يبرمجونه دايركت يعني بدل ما يلعبون 100 مليون رام؟ او لا لانه بال 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 بالجيمينج قديش عدد الاحتمالات ممكن تصير داخل اللعبه، قديش ممكن الاوبشنز اللي تصير. لو بدك تكتب كود كيف طبيعه هذا الكود؟ هسه ايا افضل تكتب كود بخطوات معروفه ومحدده، ولا تعرف إشي بسموه موديل قادر يعني فاهم مبدأ اللعبة، وهو يعني الاي اي الحلو فيه أريح وأسهل وأسرع وأدق وأفضل كأداء من أي ألغورثم ممكن تكتبها، تمام. فدائما في أي إنجن في عندهم إشي اسمه اي اي بالإنجن، هذا الاي اي هذا بحاكي الألعاب، بحاكي أو ذكاء مثلا ألعاب معينة ممكن تلعب ألعاب بس عشان يطور من روحه. بالضبط، بصير يتعلم مع التجربة ايش بصير. مثلا حضرت لواحد عمل لعبه او عمل سيميليشن او عمل اي اي بيلعب لعبه ماريو، تمام، وحاول يتنافس مع إشي بسموهم سبيد رانرز اللي هم اللي بيحاولوا يختموا اللعبه باقل وقت ممكن او مرحله معينه باقل وقت ممكن. ففي رقم قياسي مثلا للعبه ماريو ليفل الاول مثلا لنفرض 18 ثانيه، ففي واحد عمل اي اي ومسك الاي اي اللعبه وعلمها كيف تلعب اللعبه، وبعدينك ترك الاي اي يضل يجرب باللعبه يجرب اللعبه لحتى يحصل وقت اقل من 18 ثانيه. وبعد مثلا ملايين الراوندز قدر هذا الاي اي يكتشف جليتش باللعبه او حركه باللعبه مكنته من انه يكسب نص ثانيه زياده. فهذا الاشي خلاه يتفوق على 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 افضل بشري ممكن. هسه لو اكتب انا كود شو ما اكتبه مستحيل يوصلني لهذا البيرفورمانس من الاداء. فهمت علي كيف؟ ففي الاي اي كثير الوضع بيكون متطور والاداء افضل. دكتور كمان موضوع نعم تفضلي. كمان الموضوع بيعتمد على نوع اللعبة اللي انت بدك تبرمجها، مو كل الالعاب احتمالاتها قليلة، يعني مثلا لما تحكي عن لعب زي الشطرنج احتمالاتها تكون كبيرة كثير. طيب الشطرنج
على مهارة الشخص اللي بيقوم فيها. فمثلا لو أنا بدي أعمل لعبة بالشطرنج لازم أنا أكون مستواي زي مستوى أحسن لاعب بالشطرنج في العالم، بس أنا عشان أقدر عشان أقدر أكتب برنامج مزبوط، عشان أنا أكتب لعبة شطرنج صعبة لعبتي ما تكون على الفاضي، بحاجة لحدا يعني يكون بمهارة، فالحاسب بطور حاله. مين سمع عن موضوع الجيمز اللي صارت بين بطل العالم بالشطرنج والاي اي؟ واحده من ابلكيشن الاي اي وانتصر عليه مع اي بي ام، والله كانه اي بي ام بتذكر بالضبط. قدر يهزم بطل العالم بالاي اي. طبعا هذا كيف تعلم؟ لو انا بدي اكتب كود يلعب اللعبة هاي، شو الاحتمالات اللي بدي عدها؟ يعني في ملايين ملايين الاحتمالات خاصة بالشطرنج، لأنه كل قطعة عندك إلها حركة معينة، وكل مرحلة بدي ألعب لعبة معاي مثلا أنا كامل القطع وممكن أحركهم، طبعا حسب وضعية كل قطعة ممكن تتحرك أو لا، بس عندي احتمالات جدا كبيرة. إذا حركت هذا الجزء ممكن المنافس تبعي يحرك أي واحد من الجنود أو اللي بقى، فيها احتمالات جدا كبيرة. فأنت لما تيجي تكتب مثلا ممكن تعمل algorithms، algorithms هاي تكون كويسة وتعمل يعني جيم حلوة وكذا، بس مش تصل لمرحلة إنه والله تهزم بطل. دكتور الصوت راح. شباب صوت واضح؟ دكتور. اوكي. طيب. اوكي. تمام للآن خلينا ننتقل لموضوع. تفضل. دكتور انا هسه اللي مروحت من الجامعه والباص انا وشحني واحد، لو فصل حينحسب لي غياب ولا كيف؟ لا تمام بس ودي لي بالشات انه يعني صار معك 1 2 3، بس خليني اعرف بالضبط عشان اعرف مين انت بالضبط. على الايميل اودي له؟ على الشات، على الايميل، على الشات العادي يعني ما في تمام مشكله. تمام يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. طيب هسه بدنا نبلش نحكي عن، تفضل. السلايدات هاي وين موجوده؟ السلايدات هاي نازله على الإيليرنينج. اوكي انا حكيت لكم قبل شوي بدي افرجيكم موضوع السلايدات، خلينا نفتح عليه عشان نضلناش. طيب اول سيكشن بالضبط. طيب هاي ندخل على هون. اوكي طيب هاي عندنا هنا تدخل على الإيليرنينج، طبعا مش هيطلع معك زي ما طالع عندي حسب طبعا شو مسجل مواد انت في عندك هنا، بدك تدور على الاس اي Introduction to Information Technology All Sections. اوكي اللي هي All Sections هاي، في عندك Syllabus نازل هنا، في عندك الكتاب نازل هنا، الكتاب الأول والكتاب الثاني، وهاي سلايدات تبع Chapter Number 1، وفي دكتور منزل تسجيلات لطلابه برضو حاطم هون. الدكتور كنت بدي أسألك هذول التسجيلات إيش يعني؟ في دكتور من شعبة ثانية بنزل تسجيلات لطلابه هنا، لأنه في بعض الطلاب مش قادرين مش طالع عندهم سكشنز 5 و7، فبحط لهم إياها على الأول سكشنز لأنها هي الوحيدة طالع عندهم، بس عشان طلابه يعني يقدروا يحضروا محاضراته. نفس المادة هي ولا نفس يعني المادة؟ آه نفس المادة يعني نفس المادة. إحنا مثلا ماشيين معك وتمام يعني لا 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 لا، هذا بس لطلابه، هذا منزلهم لطلابه، اذا بتحب تفتح تطلع عليهم تقدر تعمل الشيء هذا ما في مشكله. طيب تمام شكرا. فيما يتعلق بالشعبه بس في شغله ثانيه بدي احكي لكم اياها برضو، نزلت لكم اليوم لينك اذا بتفتح على سيكشن 2، نزلت لكم لينك ثاني، هذا اللينك اذا بتكبس عليه، اذا في عندك مشاكل لحد الان كيف تدخل على الشعبه، في عندك هذا اللينك اذا بتكبس عليه بيدخلك على المحاضره مباشره. تمام بيدخلك على المحاضره مباشره، تكبس على هذا الاشي بدخلك. طبعا انت لازم تكون داخل عن طريق ايميل الجامعة اوريدي مسجل بالتيم. تمام اذا مش مسجل بالتيم حيقول لك انت مش داخل هذا التيم، لازم تدخل بالاول، فلازم بالاول تعمل جوين تدخل على التيم عن طريق الطريقة الاولى او الثانية وتسجل بالكورس، بعدينك بتقدر انت عن طريق التلفون تبعك تفتح وتدخل على الميتنج لما يبلش، او بتقدر تيجي على الإيليرنينج تكبس على هذا اللينك عشان تخش على الميتنج مباشرة، فعادي يعني هيك او هيك. تمام شباب. دكتور. الله دكتور. أسأل السلايدات نقدر نكتفي فيها أكثر من الكتاب؟
بدك تطلع على السلايدات وعلى الكتاب، لأنه بعض السلايدات ما بتغطي النقاط بشكل كامل، بدك ترجع للكتاب عشان تأخذ الصورة بشكل كامل. طيب؟ طيب. بس دكتور سمال قبل ما نبدأ، قبل ما تكمل شرح، تفضل. هسا إحنا بنغطي كل المجالات، يعني مثلاً الـ AI والـ Computer Science في السايبر والكله يعني؟ الهدف المادي شمولي، مذكورة المواضيع راح نغطيها بسيلبس، يعني حنغطي أشياء إلها دخل بالبروغرامينج، حنغطي شغلات إلها دخل بالاي اي، حنغطي شغلات إلها دخل بالسيكوريتي، حنغطي شغلات إلها دخل بالبرايفسي، حنغطي شغلات إلها دخل بالكمبيوتر مكوناته وأساسياته وكيف بيشتغل، يعني مادة شمولية بتعطيك فكرة عامة عن أغلب التخصصات اللي بتطرحها كلية تكنولوجيا الحاسوب المعلومات. دكتور ممكن طلب الدكتور؟ تفضل. بس دكتور انت اللي سمعته انا انه هاي الماده اول سنه بتنطرح اللي هي العلمه صح؟ مزبوط. ففي كثير مواد في كثير مواد، يعني احنا انا بحكي عن عني شخصي بس ماشي عن الكل، انجليزيات كثير كثير عجبتني. تمام. في مواد كثير حكوا لنا ارجعوا للسنوات، يعني حيجي شيء مشابه. طيب فرضا انا هاي الماده مش ما فيش لها سنوات عشان ارجع لها، تصير انت بدون امتحان انه هيك زي ورقه عمل انه تحكي لنا الامتحان والاسئله وانه كيف بدي احكي له لقدام لما يصير في امتحانات انت تغير بالسؤال اشياء بسيطه انه نكون بس ماخذين جو الامتحان، لانه انا ما في سنوات اقدر ادرس عليها. بس ممكن 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 احنا نشوف نحاول نعملكم ديمو ونفرجيكم اكزامبلز على طبيعه الاسئله. هسه بشكل عام الاسئله حتكون مالتيبل تشويس، تمام؟ واحنا بالجامعه بوقت الامتحانات لما نصير نعطيكم اسئله كذا اي شيء مش فاهمه اي شيء مش عارف شو معناه، اكيد مش هقول لك لا مش هقول لك شو معنى الكلمه هاي، هعطيك فكره عن الاشياء. هسه لما احنا كنا قدكم بالجامعه طبيعي انت بتدرس بالمدرسه باللغه العربيه، تيجي على الجامعه تتحول مباشره ولا السلايدات بالانجليزي الكتب بالانجليزي، اكيد هذا الاشي طبيعي جدا، تحس بالدفء بالاختلاف بين المدرسه والجامعه. فالفكره هنا انه بدك تتكيف، بدك تقعد مع جوجل ترانسليتر 24 ساعه ترجم كلمات تحفظ لحتى تنمي عندك القاموس بالمصطلحات هاي، عشان لقدام راح ترتاح كثير بالباقي المواد الثانية، ما يظل الموضوع بالنسبة لك مشكلة أو صعوبة. فهي الشغلة أنت لازم تشتغل عليها وتتعب عليها، احنا بنحاول نساعدك قد ما نقدر، أوكي؟ بس إنه في حل موضوع إنه أنا ما بدي مثلاً أتعلم كلمات جديدة، أحفظ كلمات جديدة، أترجم، أدور، هذا الإشي صعب، يعني لازم تتعب على حالك بهذا الجانب. وطبعاً الكل بيحتاج يعني يشتغل على هذا الجزء، مش يعني حدا بيختلف عن الثاني، تمام؟ فهذا الجزء يعني لابد عنه، راح تلاحظ لقدام كل موادك بالشكل هذا، بجزء تأخذ العلوم العسكرية أو كم مادة بالعربي بس باقي ما باقي كله بالإنجليزي، تمام؟ طيب بلش نحكي عن موضوع الإيثيكال كومبيوتينج، أوكي؟ أخلاقيات تتعلق بالكمبيوتينج والإنفورميشن تكنولوجي. هسا بشكل عام في إشي عندنا مصطلح اسمه إيثيكس، الأخلاق، أوكي؟ والإيثيكس هو بيحكي لك هو study of morals، دراسة الأخلاق and specific moral choices made. أوكي؟ فعلم الإيثيكس أو الإيثيكس مختص بتحديد الصواب من الخطأ، الأبيض والأسود، إيش الصح إيش الغلط، تمام؟ ويحاول يوضح لك يعني difference between مثلاً الصح والغلط، أوكي؟ وعلى أساس الأخلاق وعلى أساس الأخلاقيات اللي واحد مثلاً متعلمها بيحكم على الأشياء من ناحية إنها صح أو خطأ. في أكثر من منبع للأخلاق وفي أكثر من مصدر وفي أكثر من جانب ورح نحكي عنه بالتفصيل. هذا بما يتعلق بموضوع الإيثكس، هي the study of morals، دراسة الأخلاق and specific moral choices made، والاختيارات الأخلاقية اللي منتخذها أو نمشي عليها، لأنه الإيثكس الأخلاق هي اللي بتوجهك كيف تختار خيار عن خيار، مثلا هي الصح من الغلط طبعا حسب رولز وحسب قوانين بتعرفها هاي الاخلاق. طيب اللوز هي عباره عن فورمال ريتن ستاندردز ديزاين تو ابلاي تو ايفري ون، هي عباره عن قوانين رسميه تقدر تقول مكتوبه بشكل رسمي قياسي يس سمثينج لايك ذس، وهدفها انها تتطبق على الكل. فانا لما اعرف قوانين معينه بتكون معرفه بطريقه واضحه صريحه هدفها تتطبق على الكل، اوكي؟
فيعني هذا الهدف من القوانين، هدف مش منها انها تطبق عفلان ومش علتان، هدف من القوانين بشكل عام انسوا الواقع اللي احنا بنعيش فيه ووضع والواسطات والكذا والكذا، بشكل عام اللوز هي عبارة عن اشياء قوانين قواعد مكتوبة بشكل ستاندر مفروض تطبق على الكل بحد سواء، لا ابيض ولا اسود ولا مسلم ولا مسيحي ولا ملحد، لازم قوانينها طبعا حسب كل بلد وقوانينه. unethical behavior في عنا، وفي عنا immoral behavior. unethical behavior اللي هو عبارة عن بسم الله الرحمن الرحيم، سلوك غير أخلاقي بالضبط، not confirming to approved standards. يعني أنا إذا اتخذت قرار ما بتماشى مع اللوز اللي تعرفت، هاي عبارة عن unethical behavior. على سبيل المثال زي إني مثلا أغش بالامتحان، تمام، هذا يعتبر خرق لقانون عدم انه الاستعانه بصديق او بكتاب او بتلفون او بواتساب خلال الامتحان، تمام. لما اقول لك الامتحان كلوزد بوك سنجل او يعني كومبليتد انديفيدجوالي، لازم تكمله او تشتغله بنفسك لحالك، وعرفت قوانين هذا الامتحان، انت في حال خرقت هذا القانون او ما التزمت فيه، زي انك مثلا فتحت تليفون او سالت زميلك او طلعت على ورقه جارك او كذا، انت ارتكبت unethical behavior، ارتكبت خطا او تصرف غير اخلاقي، تمام، تعارض مع القوانين اللي عرفناها، هذا الشيء اللي بنسميه unethical behavior. طيب في immoral behavior اللي هو no sense of right and wrong، اللي هو الحدا اللي بيقوم ببيهيفير وهو ما عنده أي إدراك لا للصح ولا للخطأ، وعند مواجهته بمثلا بالإشي اللي عمله ما عنده أي ندم أو أي ريغريتس أو أي يعني شعور أخلاقي تجاه الإشي اللي عمله مثلا، زي ما تفضل بشكل عام يعني هو تصرف غير أخلاقي، هو معنى الكلام تصرف غير أخلاقي. غير أخلاقي، بس الغير أخلاقي ليش نحكي غير أخلاقي؟ لأنك أنت مدرك لإله وعارف إنه إشي خطأ. بالإمورال بيهيفير أنت مش فارق معك أنه صح ولا مش صح، صح ولا مش خطأ، وما عندك أي ندم أو أي إشي. مثلا such as a murderer shows no remorse for his crime، مثلا زي ما يكون في مجرم وما عنده أي أدنى إحساس أو أي أدنى ندم أو أي أدنى شعور اتجاه الجريمة اللي عملها مثلا، تمام، هاي بنسميه إمورال بيهيفير، يعني تصرف ما له أي ارتباط بأي إحساس أو أي ندم أو أي تراجع، تمام. طيب طبعا إذا نرجع للكتاب راح نلاحظ إنه في عنا أكثر من بسم الله الرحمن الرحيم شرح وتفصيل عن هذا الجزء. فمثلا واجهت مشاكل برجع للكتاب عشان اشوف التفصيل وتشرح بطريقه اوضح مع اكزامبلز عشان اعرف بالضبط ايش الاشياء هاي بتعني. طيب اوكي، البيرسونال ايثكس، الاخلاق الشخصيه نقدر نقول، اوكي، او الاخلاقيات الشخصيه. هسه كل واحد فينا عنده اخلاقيات خاصه فيه، تمام، والاخلاقيات هاي بنكتسبها من 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 عده مصادر، اوكي، ممكن تكون الدين، ممكن تكون الفاميلي، ممكن تكون تجارب، ممكن تكون معلم أو منتور إلك أو صديق إلك أعطاك تجربة أو أعطاك مثلا أخلاقية أو رول معينة أنت أخذتها على عاتقك وصرت تطبقها مثلا. طيب فبيحكي لك هنا determine your personal ethics، حدد أخلاقياتك الشخصية، أنت بشو بتآمن، إيش الصح بالنسبة إلك وإيش الخطأ، أوكي. بحكي لك تقريبا، تفضلي، بحكي مبادئك تقريبا يعني بالضبط. ايش 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 مبادئك عشان تجاوب على هذا السؤال؟ situation in your life than demand that demand صوتك قطع ورجع، صوتك كان قطع، اوكي هيك كويس، اه تمام،
بيقول لك عشان تقدر تعرف مبادئك واخلاقياتك لازم بالاول يكون عندك صوره واضحه عن القيم المهمه بالنسبه لك، تمام؟ شو القيم اللي بالنسبه لك جدا مهمه؟ اوكي، بهاي الطريقه انت بتعرف كيف تتصرف اخلاقيا حسب القيم تبعتك هاي، في حال صار عندك حاجه لتصرف او رد فعل على شيء صار قدامك، اوكي؟ بيطلب منك تصرف اخلاقي بطريقه او باخرى، مثلا شفت واحد بيضرب طفل صغير مثلا، شو الفاليوز اللي بالنسبه لك انت؟ هل تؤمن انه انا مفروض انه الواحد ما يتدخل بتربيه حدا ثاني لابنه، ولا انت بالنسبه لك طفل حرام انه ينضرب من داعي من عاطفه ولا من دين ولا ايش بالضبط؟ فانت لازم تكون كلير او عندك وضوح بالاشياء اللي انت تؤمن فيها، تمام؟ او الافكار اللي انت تؤمن فيها. تفضل هسه اللي زي هيك شو له علاقه بماديتنا؟ يعني انت قبل شوي كنت تحكي عن انظمه حاسوبيه كاخلاقيا، شو له داخل بالماده؟ اوكي، هسه الاخلاقيه، هسه تخيل كمبيوتينج او كمبيوترز من غير اخلاقيات مثلا، تمام؟ شو بصير؟ يعني اوكي، مثلا احنا بنيجي بالتدريج بنحاول نوضح مبدا الاخلاق والفكره والكونسبت من تيجي بالضبط. هسه اخلاق مثلا موضوع الكراكينج والستيلينج مثلا جيمز وكذا، هذا كله ايش يتعارض مع شو؟ أخلاقي هذا. مع اخلاق، لا اخلاقي هذا. اوكي، هسه اللي بينزل لعبه مكركه وما عنده اي ريجريت ولا اي ندم، هذا immoral behavior، صح؟ هذا يعني زيه زي المجرم، بقعد بيشتغل 6 سنين على اللاب بتاع المخيل جاهز ماخذها. ايوه، واللي معوش فلوس يا دكتور بس يصير معه، لازم يندم، هذا لازم يندم حاليا على 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 انه قاعد بينزل لعبه مكركه. هيهم ايبك بيعملوا العاب ببلاش. صار عندي جزء 50 لعبه منزل من ايبك وببلاش، بس بدك تعمل رديم. اللي بينزل كتب مسروقه، يعني مثلا هذا الكتاب انا لقيته موجود على جوجل ببلاش، هسه المفروض يكون فعليا على امازون بمصاري. هسه انت المفروض يكون عندك يعني احساس بانه هذا هسه شوفوا، هسه يعني احنا بتفرق الوضع اللي مثلا المادي تبع الاردن عن الوضع المادي تبع امريكا. ما بتقدر تيجي على بلد مثلا المتوسط دخل فيه 300 دينار او 350 دينار او حتى اقل وتيجي تحكمهم وتقول له ممنوع تجيب اشياء مسروقه، ممنوع تجيب كتب بي دي اف، ممنوع. الطلاب ما بيقدروا، يعني شغله they can't afford. اوكي، مش شغله انهم عندهم القدره الماديه بس هم لا بدهم ينزلوا بي دي افات، بدهم يجيبوها مسروقه، لا. ف بيفرق يعني الوضع من بلد لمكان، من مكان زي لمكان. زي فيجوال استوديو بفوتوشوب، فيجوال استوديو باي ذا واي بيطلع لك اياه نسخه مجانيه عن طريق ايميل الجامعه، تقدر تنزل فيجوال استوديو كامل. شكرا للجامعه تطبيقاته. بس دكتور كانسان طبيعي ممكن انه اذا ما كان عنده اخلاقيات زي قبل شوي كان مجرم ما مجرم انه يتحاسب. طيب فقط انه كانت اشياء اخلاقيه بالنظام، يعني غير اخلاقيه بالنظام زي نظام الاي اي، كيف ممكن يتحاسب النظام؟ هو شيء مش بشري ولا هسه ما هو بتصفي. هنا في عندك قوانين وانظمه تحكم الإشي هذا. ليش لما مثلا طلع موضوع الاستنساخ صار في عليه قوانين وصار في عليه انظمه ضبطته؟ لانه بلش يخرج عن السيطره. اذا الاي اي بده يوصل لمرحله يخرج عن السيطره، يصير يتخذ قرارات تضر ناس كذا إشي، هذا الإشي بيدعو لإجراء. هسا كل دولة إلى قوانينها إلى أنظمتها. مثلا لنفرض تسلا بكرة طلعت سيارة قالت لك إحنا سيارتنا هاي عبارة عن سيارة جاهز إنها تنزل على الشوارع وتسوق حالها بحالها، هذا عبارة عن AI بتحكم بمشين. المشين هاي ممكن تقتل ناس، ممكن تقتل اللي بسوقها، ممكن تعمل أي إشي، أو ممكن ولا تعمل أي مصيبة، تكون أفضل من كل السواقين بالأردن. بس هل انا اضيفها، هل انا ادخلها عندي، هل انا اعملها ادابت؟ هذا بيرجع للانظمه والقوانين اللي بتحكم كل دوله، وهل في رغبه، هل التكنولوجيا هي جاهزه، وهكذا. احنا بعدنا في مرحله نقدر نتحكم باتخاذ هذا النوع من القرارات. طيب بس تفضل. بس لو فات سياره دكتوره عندنا على الاردن مش على نظام الاي اي يوم تشوف الناس بتغمز ايش راح تغمز نفسي ليش؟ ما هي انا متاكد سيارات تسلا بالاردن بتودي لهم اكسبشنز، يعني بجوز يعني هو انت بدك تفرض الواقع انه مثلا طب شو بصير لو سياره قدامي مثلا بوضع طبيعي لما بدك تغير مسار بدك تغمز مثلا بالاردن ما حداش بيعرف الغماز. مثلا تيجي هاي السياره متعوده على انه اللي قدامها هذا مثلا مش مغمز،
بس تعرف انت الاردن يبلش يميل 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 بعدين باخذ المسرب. فتخيل انها شافته مش مغمس وظل كب دعست كل المي الخش ضارب فيها. الشعب الاردني بده اي اي تصميم زي امريكا او البلد الام تاعها. تمام بس زي امريكا او البلد الام تاع سياره تسلا عندهم المطبات يعني لحد معين. طيب هسه كيف بفهمها المطب اللي عنده بالاردن؟ الاردن بده يحولوها لطياره، بدهم يعطوها اجنحه عشان تصير تطير على كل المطب، لانه يعني مبدا المطبات اصلا هناك مش موجود. فمثلا اي شغلات لازم او قليل كثير. يعني عشت غاد فتره يعني لا اذكر شفت اكثر من 5-6-7 مطبات بالمدينه في 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 المكان اللي ساكن فيه. بالشارع اللي انا فيه في 7 مطبات غير المطبات اللي بتعملها الناس. ف يعني في كثير عناصر لازم تتخذ بعين الاعتبار لما نيجي ندخل اي نظام على اي بلد، من ناحيه قوانين السرعه، طبيعه الارض، طبيعه الشوارع. مثلا في سيارات تمشي على التزام بالمسرب، لما تيجي تطلع سيارات الفورد فيوجن اللي دخلت على الاردن 2019 وطالع اللي فيها اوتو يعني اللي بتلتزم بالمسرب وكذا، شغلها على طريق اربد عمان بتروح على اقرب وادي، لانه فيش مسرب بالشارع اصلا، فيش تخطيط للشارع عشان السياره تلتزم فيه. ف يعني بسالك سؤال، هسه نظام الجي بي اس عندنا كمان بيكون على نظام اي اي؟ لا، الجي بي اس بيستخدم شيء اسمه أقمار صناعية، أتوقع أنها يعني في 20 قمر صناعي أطلقتها أمريكا. وهاي الأقمار الصناعية عن طريقها بتبث سيجنال معينة، وأنت بتحاول يعني إلها علمها الخاص فيها، بس هي مش AI، هي عبارة عن يعني أقمار صناعية بتتواصل بتودي إشارة، تلفونك بيستقبل الإشارة هاي بحدد مكانه حسب الإشارة اللي وصلته من أكثر من أقمار صناعي بيقدر يحدد مكانه. طيب اوكي، هسه عشان تحدد الاخلاقيات تبعتك بيحكي لك في عندك مجموعه من البيرسونال فاليوز. اول شغله بيحكي لك ديسكرايب يور سيلف، رايت داون ووردز ذات ديسكرايب هو يو ار بيست اون هاو اذر فيو يو. اوكي، بيحكي لك عشان توصف حالك بطريقه دقيقه اكتب على شكل كلمات راي الناس الثانيين فيك. اوكي، مثلا انت صاحبك شو بشوفك؟ صادق، امين، كذاب، تجيش، وهكذا. فانت حاول يعني الاشياء اللي اصحابك بيعرفوك فيها اخلاقيا مثلا حاول اكتبهم داون. هذا الاشي will describe your self. اوكي، راح يشرح شخصيتك او اخلاقياتك من منظور الاخر، الطرف الثاني كيف شايفك. اوكي، هسه انت تصير تحكي انا صادق، انا امين، انا هذا الاشي كلياته ممكن يكون انت بتحاول تقنع حالك فيه او بتحاول انك تثبته لحالك. اوكي، بس شو بتشوفوك الناس كيف؟ يعني الناس تعاملت معك، راحت معك، اشتغلت معك، اشتركت معك بشغلات كذا، فوجهة نظرهم بعد الخبرة اللي خضوها معك ايش الاخلاقيات او الفاليوز اللي عندك؟ شو أكثر شغلة أنت يعني هم شافوها فيك أو شغلة زيك؟ فهذا الإشي بيكون نوعا ما صادق وهيلفول بطريقة أو بأخرى. طبعا ممكن واحد يجي بده ينتقدك، مش لأنه حاب فعليا ينصحك أو يعطيك المعلومة الصحيحة، ما بيصير يعني يعطيك صفات أو شغلات مش فيك، بس هو يعني مثلا من باب الغيرة، من باب زعلان منك، متضايق منك أو شغلة من هذا القبيل. بس ممكن تعتبر يعني هاي وجهة نظر العالم الخارجي من الناس اللي تثق فيهم، هنت أو تعريف لشخصيتك قدام الناس الثانيين. بيحكي لك list key principles. أوكي، حط البرنسبلز، المبادئ اللي أنت بتأمن فيها. بالنسبة لك هاي المبادئ اللي بتأثر على قراراتك. أوكي، مش أي مبدأ. يعني مثلا هل بالنسبة لك أنه نأخذ فئران ونعمل عليهم تجارب بالمختبرات إشي إثيكال ولا مش إثيكال؟ أوكي، هل بالنسبة لك مثلا الطريقة اللي بصير فيها مثلا لنفرض تربية المواشي أو الدواجن مثلا بالمزارع الموجودة حاليا إشي إثيكال ولا مش إثيكال؟ شغلات زي هيك. أوكي، فبدك تحط لست بالبرنسبلز والمبادئ اللي أنت بتآمن فيهم وتحاول تجاوب عليهم. هل أنت بتأيد طرف عن طرف آخر؟ هذا الإشي بيساعدك أنك تكتشف الأخلاقيات تبعتك. Identify external influencers. أوكي،
العوامل الخارجية اللي بتأثر عليك. هل مثلا أهلك بيأثروا عليك بقراراتك بأخلاقك؟ هل أصحابك؟ هل مسلسل تلفزيون حضرته، فيلم مثلا؟ هل في عندك مثلا أدفايزر بتأخذ منه؟ هل من باب ديني بتأخذ الأخلاقيات والتأثير تبعك؟ بدك تعرف مين بيأثر عليك من المحيط تبعك عشان تعرف، لأنهم اللي بيأثر عليك بيأثر على أخلاقياتك. أوكي، بنعرف يعني الصاحب المش كويس بيسحب صاحبه على الشغلات المش كويسة، صح؟ الصاحب ساحب بيحكوا مثل، يعني هذا متعارف عليه. لأنه ليش الصاحب ساحب؟ لأنه أخلاقيات اللي بيتطبع فيها وبيتصرف فيها بيسحبك اتجاهها، بتصير بالنسبة لك متقبلة، وممكن من قبل كنت تشوفها غطأ ولا، بس لأنه صاحبك صديقك العزيز بيقوم فيها بتشوفها إنها it's okay، أنا ليش ما أعمل شغلة زي هيك. Consider why after writing down your beliefs think about why you believe in them. okay، بعد ما تكتب البليفز والبرنسبلز والمبادئ تبعتك، اسأل حالك ليش أنا بآمن بهاي، ليش بآمن بهاي، ليش بآمن بهاي، وهكذا. بعد ما تجمع كل هاي المعلومات ممكن تكتب أنت إيش بيسموه statement of beliefs، تحط فيه أو values، تحط فيه المبادئ والأشياء اللي بتآمن فيها والأخلاقيات اللي أنت على أساسها بتتخذ قرارات في 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 حياتك اللي بتصير معك. بس نعرف يعني إنه الإيثيكال بيهيفير تبعك اللي أنت بتطلع فيه بيكون ناتج عن مجموعة من الشغلات، ما في عامل واحد بيبلور البيهيفير تبعك أو أخلاقياتك. تمام، مثلا ممكن الأهل أثروا على أخلاقياتك بالتربية اللي ربوك إياها، مثلا ممكن الدين اللي أنت بتتبعه أمرك بشغلات ونهاك عن شغلات، وهذا الإشي خلاك يصير عندك بيهيفير مقبول وبيهيفير ثاني مش مقبول. ممكن في المدرسة المدرس اللي درسك أعطاك نصحك، أعطاك مثلا أو عمل إنفلونس على قراراتك اللي أنت بتتخذها. ممكن صاحبك أوكي اللي أنت بتمشي معه يأثر على أخلاقياتك، مثلا هل بالنسبة لي أني أفتح الشباك وأرمي شغلي وأنا ماشي عادي ولا لا بزتها بمكان المخصص، شغلات يعني البسيطة هاي بيأثر في المجتمع اللي حولك عليك فيها. الإكسبيرينس، الاكسبيرينس اللي انت بتصير معك بشكل يومي، هل مثلا انت بتلتزم ب مثلا قوانين السرعه؟ ممكن لا، اذا لا مثلا ممكن تتعرض لمخالفه. لما عرفت انه السرعه في اماكن معينه بتعرضك لمخالفه بتبلش انت بيهيفير تبعك يختلف، لانه في عقاب صار وصرت انت تخضع للعقاب هذا، فبصير التصرف تبعك ورد الفعل انه لا حسوك بسرعه منخفضه او بدي يعني اكون حذر اكثر بالقياده عشان اتجنب هذا الشيء. وهذا الشيء صار من اكسبيرينس، مثلا لما يعني بدك يعني زي ما حكينا تفكر بالعناصر اللي اثرت واللي ساهمت ببلوره اخلاقياتك ومبادئك، وتحاول تعرف بالضبط يعني انت البليف تبعك مصدرها، هل هي منك، هل هي من تأثير خارجي، وليش بتأمن فيها، شغلات زي هيك. هذا الاشي كلياته بيوصلك للمبادئ والأخلاقيات اللي انت بتأمن فيها ويعني عندك التزام فيها. طيب هسه نخش على الصح. اوكي، ethics and technology. احنا بلشنا نحكي عن personal ethics بشكل عام، عرفنا شو يعني ethics، عرفنا شو personal ethics، وهسه بدنا ندخل على الموضوع الإيثكس، الأخلاقيات والتكنولوجيا. تمام؟ طيب أول شغلة بالإيثكس يعني مباشرة بيدخلوا معانا فيها اللي هي هسا أي إشي كمعزوفة موسيقية، كتاب، لعبة، برنامج، كل هاي الشغلات عبارة عن جهد حدا، أوكي، كرياتيفتي تبعت حدا، استثمر وقته، جهده، ماله عشان ينتج piece of technology. اوكي، او يعني اغنيه او كتاب زي ما حكينا، مسلسل، فيلم، whatever. اوكي، فالintellectual property تتمحور على 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 هذا النوع من الاشياء. هسه اخلاقيا خاصه بالاشياء اللي protected بشيء اسمه copyright، اوكي، او براءه الاختراع او الماركه او تريد ماركس، يعني ماركات الشركات، هذول كلياتهم يعتبروا محميات بحسب بقوانين تابعة لهذا البروتكشن، سواء الكوبي رايت مثلا كوبي رايتد ماتيريال،
مثلا ممنوع اوزعها، ممنوع احصل عليها بطريقه غير شرعيه، ممنوع انا يعني ارجع اعيد نسخها نشرها وهكذا. اوكي، براءة الاختراع، ما بقدر انا اتجاوز او استغل براءة اختراع لحدا واستخدمها. في كثير تكنولوجيا قاعدة شركات بتطور فيها بفضل براءة الاختراع. اجي انا اسرق براءة الاختراع هاي واحطها في السيستم تبعي من دون علم المصدر، هذا يعتبر غير اخلاقي. تمام، يعني اوقات لما يكون في عندنا ابلكيشن وشغال او ديفايس، صعب انك تعرف انه في جزء من النظام هذا عبارة عن سرقة لبراءة اختراع لعالم فلان فلاني او لتكنولوجيا من شركة معينة. وهي واحدة من القضايا اللي بظلها تصير بين مثلا شركات التكنولوجيا. مثلا بتيجي تحكي لك ابل، والله ون بلس سرقوا منا الفيس ريكوجنيشن تكنولوجي او براءة الاختراع في هذا المجال، وبستغلوها من دون ما تعب يكونوا تعبوا عليها وعملوا ريسيرش فيها او اي شيء من هذا القبيل. تمام، فاي مجهود محمي باي نوع من انواع الحمايه، سواء الانتلكشوال كوبيرايت، براءة الاختراع، الماركات المسجله، ما بتقدر انت تتجاوز اخلاقيا من ناحيه التكنولوجيا. ما بتقدر انت اخلاقيا، اكيد يعني مش ممنوع يعني بقدر امنعك انا، لا، بس اخلاقيا ما بتقدر انت تتجاوز هاي الـ 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 يعني الحمايات اللي بتنحط على هذا النوع من التكنولوجيا او الانفورميشن تكنولوجي. تمام، فلازم يعني اخلاقيا احنا انه نتجنب هذا النوع من الاشياء. تمام، هسه نرجع لنقاش، لقيته ما لقيتهوش، بقدر ادفع، معي ادفع، معيش ادفع، هذا كلياته يعني حوار طويل عريض. ما بنفي انه سرقتنا مثلا او اخذنا لشغلات كراكت بي دي افس ميوزيك موفي تي في، كلياتها هاي تصرفات غير اخلاقيه لانها تتناقض مع القوانين والانظمه اللي بتحمي هاي الماتيريالز. تمام، فهذا بما يتعلق بالاختراق. هسه مثلا كتابات انا املكها، وهل بقدر اضيف انه كوبي رايت اضيف عليها؟ ممنوع حد يتداولها؟ او بالنهايه يظل الي يعني لو اي حد تم تداولها من اي شيء؟ هسه انت بتقدر مثلا حسب، في عندك دور نشر ممكن عن طريقها مثلا او براءة الاختراع مثلا، في 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 مؤسسة موجودة في الأردن مسؤولة عن هاي الشغلات مثلا. هسه بعرفش انا موضوع التكست والنصوص المكتوبة ايش بالضبط، بس في اي دولة في عندك مكان تقدر عن طريقه انت تحصل كوبي رايت على 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 مثلا مقولة او كتابات او شغلة زي هيك، او حتى عن طريق دور النشر. بتلاحظ انه مثلا بكتب لك كتاب، بكتب لك تحت جميع الحقوق محفوظة. اوكي، جميع الحقوق محفوظة لمين؟ للناشر، للكاتب، إنه ما حدا يخض أو يقتبس من كتاباته ويدعي إنها إله. فأنت تحتاج توثق الإشي رسمي عشان تقدر تحمي. برضو أي حدا عنده فكرة براءة اختراع بيقدر يلجأ للمنظمات اللي بتقدم هذا النوع من الحماية ويسجل براءة اختراع باسمه. طبعا براءة الاختراع ما بتكون للأبد، أتوقع في إلها يعني حد معين، والهدف منها إنه نفتح المجال إنه حدا يعني يستفيد من براءة الاختراع غير الشركة اللي شفتها. تفضل. صوت بيقطع عندي. بحكي لك 20 سنة أو 10 سنين مدتها براءة الاختراع. شغلة زي هيك. يعني لأنه لو كل حدا بده يكتشف شغلة يحط عليها براءة اختراع تصير إله للأبد، هاي ما عمرناش وصلنا لإشي. بس زي بيحطوا براءة اختراع للشركة عشان تستفيد من الاختراع اللي اكتشفته لفترة زمنية معينة، بدل الأتعاب والجهد والوقت اللي بذلوه عشان يصلوا لبراءة الاختراع هاي. تمام، فتلاقي أوقات شركات. طب عندك خلفية مثلا عن اسم موقع أو جهة نلجأ إليها؟ والله ما عندي فكرة، يعني لسه والله ما صار عندي مجال إني أعمل براءة اختراع باسمي، بس أنا يعني من قراءاتي وتابعتي في منظمة بالأردن مسؤولة عن هذا الإشي، منظمة عمد الحميد شومان، لها على هاي القصص. هاي في فرع لها. يعني ممكن براءة يعني تحط على مثلا براءة الاختراع مثلا الأردن مثلا. طالبين مديرية حماية الملكية الصناعية بسموها. مديرية حماية الملكية الصناعية، مزبوط، قسم براءة الاختراع. يعني هاي مثلا في عندنا قسم
خاص بهذا الإشي. يقوم قسم براءة الاختراع الأردني بعملية أساسيتين هما تسجيل براءة الاختراع وعملية تسجيل وكيل ملكية صنعية. أوكي، يعني هاي عندهم مبدأ تسجيل براءة الاختراع نوع ثاني، فبتقدر أنت تواصل معاهم في حال عندك براءة اختراع وتسجلها عندهم، تمام؟ وهذا الإشي كونه مسجل عن طريق يعني مؤسسة حكومية، أتوقع له أثر رجعي بيكون عالمي، يعني إنه أنت محمي الملكية تبعتك عالمية حتى مش بس محلية أتوقع، تمام؟ أوكي. طيب نيجي على موضوع البرايفسي. موضوع البرايفسي الخصوصية هاي شغلة يعني دائما أي أبليكيشن بتقرأه في عنده جزء بيحكي عن موضوع البرايفسي. هسا أنت لما تدخل على الفيسبوك أو تدخل على الانستغرام، تدخل على أي أبليكيشن، في عندهم قوانين وأنظمة خاصة بموضوع البرايفسي. هسا أنت بتقدم لهم معلومات، أوكي؟ والبرايفسي هاي اللي بتقدم المعلومات اللي بتقدم لهم إياها بتعطيهم أنت صلاحيات عليها، أوكي؟ هسا أخلاقيا كيف تقدر نعمل كنترول على الانفورميشن تبعتك، وكيف نعمل بالانس بانه يعني تحمل الخصوصيه تبعتك بطريقه او باخرى، وبرضه تفتح مجال لانه الشركه تاخذ بعض المعلومات عنك. لو بدك تخفي كل معلوماتك الشركه ما حتقدر يعني تقدم لك خدماتها بطريقه مناسبه، ولو بدها الشركه تاخذ كل شيء عنك خرقت يعني خصوصيتك، تمام؟ ف الانتليجنت مثلا بيرسونال ايجنت زي مثلا أليكسا او سيري على التليفونات او جوجل بشكل مستمر بيستمعوا لحكيك وافكارك وبيطلعوا على ايميلاتك والرسائل بتاخذها مكالماتك اللي بتعملها، اوكي، عشان يقدروا يقرروا احتياجاتك. هل هذا الاشي ممكن يكون خرق للخصوصيه تبعتك اذا عملوا هذا الاشي من دون اذنك، اوكي، من دون موافقتك على الشيء هذا؟ اكيد هذا خرق لخصوصيتك، تمام؟ بس في غالب الاحيان هاي الاشياء كلها بتنحكى وبتنطرح قدامك وانت بتوافق بدون اي مشاكل، صح؟ حتى موضوع البرايفسي اجريمنت اللي بتشوفها بالابلكيشنز بقص ايدي اذا حدا بحياته قراها او حدا حتى طلع عليها، يعني بالعاده دائما اكسبت اكسبت نيكست نيكست اكسبت. حتى لما تنزل برامج صاروا يجي يحكي لك والله بده يعمل اكسس على الكونتاكت على الفويس على الايميل، بتحكي اكسبت اول بتمشي. ف تفضلي. طيب انا لو ما سويت اكسبت يعني ما راح يدخلني على البرنامج. هسه ممكن تعملي اكسبت مثلا، هسه في كان مشاكل بالتكنولوجيا مثلا زي بعض الابلكيشنز لنفرض بالاندرويد كان يحكي لك انه you have to accept والاكسبتنس يصير all time. هسه صار ممكن تحكي له accept only while using the app، يعني انا مسموح لك تفتح الميكروفون تبعي فقط وانا بستخدم بالابلكيشن مش طول الوقت. فصاروا يحددوا هاي البرايفسي، وبعض الابلكيشنز بتجبرك انه لازم توافق على هاي السياسات ولا ما في استخدام للابلكيشن تبعنا، فحسب كل ابلكيشن. بس نعم انه ما في اوقات كثيره مش قليله بحطوك بالزاويه، يا بتوافق على استخدام الاشي يا لا، مش انه والله الابلكيشن مهيئ انه ممكن انا اعطي اخذ جزء من المعلومات واترك جزء، لا، يا بياخذ كل شيء يا ما بياخذ ولا شيء وبيدخلك على النظام. فهي شغلات يعني يعني تشالنجز اخلاقيات تعتبر مشاكل حاليه موجوده، يعني لازم نوعا ما الشركات اللي بتتداول هاي المعلومات تتداولها بشكل اخلاقي، لا انها تستغلها لغايات مش مصرح فيها. هسه اوكي فيسبوك بتحكي لك انا او اليوز يور داتا، طيب وضح لي كيف بدك تستخدم الداتا تبعتي. مثلا مصطلح يوز مصطلح عام ممكن استخدامها لغايات اعلانات، ممكن استخدامها لغايات مثلا تنقيب عن شخصيتك، اعرف معلومات عنك اكثر، او يعني في كثير استخدامات لهي البيانات. فلازم انه بطريقه او باخرى توضح كيف هاي الشركات راح تعمل امبلوي، كيف راح تشغل او تستغل هاي المعلومات اللي بتجمعها عني، وهل هذا الاشي انا موافق عليه ولا لا من الاساس. تفضل. هسه مثلا فيسبوك مثلا انت اذا كنت تدور عن تشيك ولا عن اي اشي انه فجاه بصير مثلا يصير يعمل لك اعلانات كثير وانت اصلا مش عاملها سيرج على الفيسبوك، سواء اتوقع بكون عاملها لينكد بين جوجل والبيانات اللي انت عامل له اكسبت انه يدخل عليها. هسه في دائما في
شبكات بتجمع كل المعلومات من كل المصادر هاي، من جوجل، من فيسبوك، من كذا، وبيبنوا لكل واحد فيكم بروفايل خاص فيه. فانت هذا البروفايل بيميزك عن الكل، فانت وين ما تروح راح الاعلانات اللي لها علاقه فيك تلاحقك، لانهم قادرين يميزوك وين انت بالضبط. يعني صار سهل كثير عن طريق الفيرجن تبع تليفونك، عن طريق البراوزر اللي بتستخدمه، عن طريق الفيرجن تبعت البراوزر، عن طريق كثير الاي بي، عن طريق اللوكيشن، عن طريق معلومات كثيره بيقدروا عن طريقها يحددوا بدقه كل واحد عن الثاني. يعني هاي الشغله صارت يعني تقريبا معروفه بين الكل، اوكي؟ فيعني موضوع البرايفسي موضوع شائك، موضوع كذا، لازم اخلاقيا نتقيد بال بال بال, بال بخصوصية الأشخاص اللي بتستخدم التكنولوجيا اللي أنت حتعملها. مثلا ما بتقدر، على سبيل المثال كان في بعض من الحالات طلاب من جامعة اليرموك طلبوا من عملوا برنامج اسمه للتسجيل، بسجل للطلاب مواد أوتوماتيكلي، أوكي؟ وكان يطلب من الطلاب يدخلوا اليوزر نيم والباسورد تبعاتهم على الموقع أو على البرنامج، وكان هذا البرنامج بيأخذ هاي المعلومات وبيدخل على النظام بيحاول يسجلهم مواد هم بدهم إياها. هسا هذا الجزء الإيجابي من المادة أو من البرنامج. اللي ما وضحوا صناع البرنامج إنهم كانوا يحتفظوا ويستخدموا اليوزر نيم والباسورد تبع الطلاب لأغراض ثانية، كانوا يدخلوا يصلوا لمعلوماتهم، يطلعوا على علاماتهم، أوقات يعملوا لهم دروب لكورسز وشغلات من هذا القبيل. فكانت يعني خرق للبرايفسي للمعلومات اللي قدموها اليوزرز تبعت الابليكيشن هذا. فموضوع البرايفسي موضوع شائك، ولازم انت كيوزر تكون عارف حقوقك في اي برنامج تستخدمه، وتعرف كم المعلومات اللي انت عندك استعداديه تشاركها مع ابليكيشن معين، والحد اللي انت راح توقف عنده وما تسمح لابليكيشن معين يصل لمعلوماتك. يعني انا مثلا لو يجي ابليكيشن يحكي لي انا بدي اعمل اكسس على الفون هيستوري تبعك، مكالماتك مع مين بتحكي وشغلات زي هيك، اوكي؟ انا بالنسبه لي مثلا هذا مبدا مستحيل اسمح فيه، خرق للخصوصيه، اوكي؟ فلو شو ما كان الابليكيشن مش مستعد استخدمه، يعني بحاول ادور على بديل او اني اتجنبه كومبليتلي، لانه خرق للخصوصيه الشخصيه تبعتك. فانت بدك قيس، هل انا عندي استعداديه اقدم كل هالمعلومات هاي ولا لا؟ هل ملفاتي وفايلاتي وصوري الشخصيه وصوري العائليه بالنسبه لي شغله برايفت ومش مفروض حدا يشوفها ولا لا؟ تمام. فكل هالشغلات لازم تنأخذ بعين الاعتبار. طبعا اليوم طولنا بالكونفرسيشنز ودخلنا في اكثر من 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 حوار ونقاش عن اكثر من نقطه، بس هوفلي يعني انه اثرت الافكار والاشياء طرحناها معلوماتكم في جوانب مختلفه. طيب في حدا عنده سؤال؟ بدي احاول انا انهي لهنا عشان نكمل ان شاء الله ننهي الشابتر. طيب بس ثواني قبل ما حدا يغادر، دقيقه خليني انزل بس قائمه الاسماء تبعت الطلاب، بس ثواني. داونلود، اوكي تمام، مفروض قاعد تنزل. طيب تفضلوا. طبعا انا نزلت قائمه الحضور اوريدي، اللي بيحب يغادر بيقدر يغادر هسه، واللي عنده اسئله استفسارات ممكن يعني نكمل احنا النقاش. تفضلوا. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكم.